اهلا بيكم في لايف جديد من في الجول، معاكم اسلام احمد ومحمد اسامه. بنتكلم دايما بشكل شبه يومي على الابرز القضايا والمباريات والاحداث اليوميه، يمكن ابرزها النهارده كان فوز ليفربول الانجليزي ونجمنا المصري محمد صلاح بلقب كاس العالم للانديه لاول مره في تاريخه بعد التفوق على فلامينجو البرازيلي بهدف نظيف سجله بوبي فيرمينو في الوقت الاضافي، مع مباريات كتير في سواء على المستوى الاوروبي او في الدوري المصري. يمكن احنا النهارده بدانا الدوري المصري اليوم الاخير من الجوله التاسعه بفوز الجونه على طلائع الجيش، ريمونتادا لامبي في الشوط الثاني على وادي دجله، تعادل مع المصري وبيراميدز في مباراه الركلات الثابته، برشلونه في الدوري الاسباني قدر ان هو يفوز بنتيجه كبيره بنتيجه 4-1 على ديبورتيفو الافيس. برضو عندنا النهارده كان في قمه في الدوري الانجليزي في الجوله ال 18، فوز مانشستر سيتي على ليستر سيتي بنتيجه 3-1 وتعطيل المنافس الاول لليفربول في الدوري الانجليزي. اهلا بيك يا اسامه. اهلا بيك يا اسلام، ومبروك فوز ليفربول بكاس العالم للانديه. الله يبارك فيك. بس في احنا بقالنا اكتر من 1000 يوم تمام مفيش حد بيحط شعار كاس العالم للانديه على التيشيرت بتاعه غير ريال مدريد. 1000 يوم برغم المستوى اللي موجود فيه ريال مدريد دلوقتي مفيش حد فكر او قدر ان هو يوصل يعني ينزل ريال مدريد من المكانه بتاعته. وفي نفس الوقت النهارده الماتش كان صعب في البدايه، الفريق بتاع ليفربول تحس ان هو ما كانش متوازن لغياب مركز في نص الملعب اللي اتبدل عليه كتير. كان فابينيو اتصاب، لعب فيه فينالدوم اتصاب، فلعب هندرسون مش مكانه اصلا ان هو يلعب في المكان ده. بس طبعا قوه الفريق هجوميا ودفاعيا مع وجود اليسون حلت الازمه دي، وخلاص يعني حققنا بطوله مهمه مع كلوب، ودلوقتي يعني الدوري بقى لا محاله ان احنا نكسبه. ما عندكش خوف بقى او قلق او الكلام ده. شخصيه ليفربول موجوده النهارده في ماتش صعب زي ده، كان ممكن تخسره زي قبل كده، بس دلوقتي خلاص في شخصيه وفي مدرب كويس وفي ثبات لخط الدفاع وحارس المرمى وثلاثي هجومي قوي، فانت خلاص انت بقيت مؤهل ان انت تاخد الدوري من غير مفاجات. الفرق كبير وجمهور ليفربول خايف، يعني فرق بين ليستر وبين ليفربول 10 نقط، وبين مانشستر وليفربول 11 نقطة، وفي ماتش ليفربول يعني مع الفريق الكبير ده جمهور ليفربول لسه خايف لحد دلوقتي. بس اظن ماتش النهارده طمنهم شويه، الماتشات اللي قبل كده ليفربول بيكسبها في الاخر برضه اطمن. وطبعا بوبي فيرمينيو يعني من وجهه نظري هو افضل لاعب في البطوله، اظن ان الجايزه تروح لصلاح. هو الماتش اللي فات كان كويس وكل حاجه، بس عشان الموضوع في الشرق الاوسط وصلاح نجم الشرق الاوسط، فالمنطقي يعني ان هو ياخد افضل لاعب. مظبوط. طيب يعني خلينا نستعرض معاكم ابرز الجوائز اللي حصدها اللاعبين في كاس عالم الانديه. كارلوس ادواردو لاعب الهلال فاز بالكره البرونزيه، وبعد كده برونو هنريكي مهاجم فلامينجو البرازيلي فاز بالكره الفضيه، ومحمد صلاح فاز بجائزه الكره الذهبيه كافضل لاعب في البطوله، وكمان جائزه الشركه الراعيه للبطوله شركه علي بابا. طب انت شفت اداء محمد صلاح النهارده والمباراه اللي فاتت اختلف ازاي؟ يعني هل في فرق ما بين اداء صلاح النهارده وتحس ان اداءه تراجع شويه عن المباراه اللي فاتت؟ المباراه اللي فاتت صنع هدف وساهم في البدايه في صناعه الهدف الثاني اللي فيرمينو سجله، النهارده صلاح حاول بس ما كانش بنفس خطوره الماتش اللي فات، فانت ايه رايك في تقييم اداء صلاح في المباراه النهائيه؟ لا هو الموضوع يعني ليه شقين. الشق الاول ان صلاح الماتش اللي فات كان بيلعب مع شاكير ومع اوريجي، فكان هو نجم خلاص في حد في الملعب، انا سهل او يعني اسهل قرار ان انا اباصي هيبقى لصلاح مش لاوريجي او لشاكير. المنافس مختلف جدا، فلامينجو فريق كبير كان ممكن في اي وقت من الاوقات يخطف جون، ولو كان خطف جون كان هيبقى صعب على ليفربول ان هو يعوض الجون او حتى يعني يتعادل حتى او يكسب. بالاضافه لوجود ماني ووجود فيرمينيو، اظن حتى في الشوط الاول في بدايه الشوط الاول صلاح كان كويس جدا. صلاح في بدايه الشوط الاول عامل كوره لماني
وشاط شوطة، لا لكيتا أقصد، الكرة الأولى عملها لكيتا كان نفس بنفس طريقة الجون، وشاط شوطة وكانت قريبة، فهو كان كويس في الشوط الأول. لما في فلامينجو اتقدم وابتدى يضغط اوريدي، النص الأولاني ده ما كانش بالقوة اللي احنا مستنيينها يعني. نفس الكلام ظهر ده في أداء فيرمينيو، وظهر في أداء ساديو ماني مش صلاح بس يعني، هو فيرمينيو لولا الجون ما كانش ظهر. ساديو ماني نفس الكلام، ساديو ماني الكورة اللي هي كان فيها مشكلة في آخر دقيقة في الماتش، هي الكرة اللي اللي هي كانت حسبت ضربة جزاء بالظبط والحكم رجع فيها لتقنية الفيديو واتحسبت، ما اتحسبتش فاول حتى يعني. دي في ماتش تاني كان ساديو ماني خلصها يعني، هو كان خلاص فجأة وقف عشان يشوط فكعبل او خبطه يعني، مش مشكلتنا، بس هو كان ظاهر في اداء الثلاثة ان هم مش بالقوة المطلوبة. البطولات اللي هي زي دي ما بتبقاش زي الدوري مثلا يعني، ساديو ماني مش هيبقى بالقوة اللي بيعملها في الدوري او بالاداء الرهيب اللي بيعمله في الدوري. نفس الكلام صلاح، نفس الكلام فيرمينو. اللي كان متفوق على نفسه كان أليسون الماتش اللي فات، والماتش ده انقذ يعني، الماتش ده انقذ هدفين، والماتش اللي فات برضه انقذ هدفين. وفان دايك، فان دايك وجوده كان هيفرق. فان دايك الماتش اللي فات وجوده كان هيسهل الماتش، انما وجوده الماتش ده لو ما كانش فان دايك موجود كان ليفربول خسر الماتش بلا اي كلام. تمام. فاداء صلاح اتاثر باداء اللي حواليه وباداء الفريق المنافس ليه. طيب تمام، خلينا برضو نشوف تعليقاتكم وممكن نسالكم، هل ليفربول بعد الاداء دوت وفوزه خلاص بقى بدوري ابطال اوروبا، السوبر الاوروبي، كاس العالم للانديه، هل ان هو قادر ان هو ينهي 30 عام من الغياب عن الدوري الانجليزي ويقدر يحقق لقب الدوري الانجليزي، خصوصا ان هو متصدر بفارق 10 نقط عن ليستر سيتي، منافس مباشر قبل مواجهه الجايه في الدوري الانجليزي وبدايه بقى مرحله الاعياد في انجلترا والبوكسنج داي. ان شاء الله هنشوف تعليقاتكم، وبرده هنتكلم برده على بقيه الدوريات والدوري المصري وابرز الاحداث النهارده. خلينا كده نبص على التعليقات. في حد طارق رضا بيقول سيتي هيعود لصداره الدوري الانجليزي باذن الله، هل شايف ان سيتي يعني، بما ان برده بنتكلم على ليفربول وفي انتظار برضو بقيه التعليقات، هل شايف ان سيتي ممكن يقدر يعوض فرق ال 11 نقطه دول؟ يعني هو احنا ليفربول عنده مباراه مؤجله مع ويست هام بسبب ان هو شارك في الكاس العالم للانديه، فهو احنا نفترض ان لو ليفربول فاز هيبقى الفرق 14 نقطه تاني، هل السيتي يقدر في الدور التاني او خلاص اللي هم ال 20 ماتش الباقي يحقق الفرق ده ال 14 نقطه ويقدر يتفوق على ليفربول؟ الموضوع صعب جدا على بيب جوارديولا. هو معاه فريق يعني، مش محتاجين نقول ان هو كويس لان هو العالم كله عارف ان هو معاه تاني احسن فريق في انجلترا دلوقتي، وممكن في اوقات او في يعني الموسم اللي فات كان افضل من ليفربول. يقدر يقلص الفارق في مثلا لو كسب ليفربول في مواجهه مباشره، لو ليفربول خسر من ليستر سيتي الماتش الجاي، لو ليفربول يعني الموضوع كله متعلق بان ليفربول هو اللي يخسر، انت مش هتبقى اعلى من مستوى بتاع ليفربول، بس لو ليفربول مستوى اقل انت ممكن تكمل. بالاضافه ان جوارديولا الموسم ده ضيع يعني ركاك كتير، خسر 4 ماتشات لو خسرهم الموسم اللي فات، يعني الموسم اللي فات كله خسر 4، الموسم ده لحد دلوقتي لسه مع نهايه الدور الاول خسران 4 ماتشات، فده مش الفريق بتاع السنه اللي فاتت. ليفربول السنه اللي فاتت كان قوي يعني، جوارديولا لو كان بالمستوى ده السنه اللي فاتت كان ليفربول خد الدوري من غير كلام برضه. فهو مستوى ليفربول العالي والثقه اللي بقت عند الفريق والشخصيه اللي موجوده، زائد ان جوارديولا والفريق بتاعه مش بقوه السنه اللي فاتت، بتقول لا الدوري شبه محسوم لليفربول. وماتش ليستر سيتي هو هياكد الموضوع يعني، الناس كانت ابتدت تقول ان ليستر سيتي هينافس، اول ما الناس ابتدت تقول هينافس ليستر سيتي تعادل ماتش وخسر اللي بعده، يعني منافسه ليفربول بالظبط يعني. اول ما قالوا هينافس خلاص الموضوع بقى، فانا شايف ان خلاص الدوري شبه محسوم لليفربول بالشخصيه اللي موجوده دي قبل فرق النقاط يعني. لو كان الفرق اقل من كده كمان كنت هقول نفس الكلام لوجود الشخصيه. ليفربول الماتش ده كسبان 7 ماتشات بنتيجه 2-1 يعني، دي احنا دايما ماتشات 2-1 كان ليفربول بيخسرها او بيتعادلها، الماتش 1-1 ليفربول لا ياخد جون في اخر دقيقه لا الماتش يخلص زي ما هو. لا دلوقتي ليفربول في اخر دقيقه بيجيب جون، واهم هدف كان هدف ليستر سيتي ضربة جزاء بتاعت ساديو ماني اللي سجلها منه كان نفس في اخر دقيقه، ومن ساعتها توالت الاهداف اللي بالشكل ده. طب خلينا نقول برضو ان في رقم كان من فتره حد كان متداوله، ان اخر 10 سنين كان ليفربول الفريق الوحيد اللي ما قدرش ان هو كان بطل الشتاء في الدوري الانجليزي، وفي نهايه الموسم احرز لقب الدوري الانجليزي، في حين ان ال9 سنين اللي ما بينهم او في ال10 سنين دول ما
بقيه الفرق اللي كان بطل الشتاء بيخلص بطل الدوري الانجليزي. هل الحته دي ممكن تكون زي عقده او حاجه، مثلا لو ليفربول هنفترض تعادل ماتش او خسر الماتش، هل دي تخلينا نقول ان ليفربول ممكن يكرر نفس اللي حصل ده؟ لان اللي حصل ده الموسم بتاع 2013 2014 اللي هو بتاع جيرارد، اللي هو الموسم اللي كان ليفربول فيه خلاص لغايه اخر 3 4 جولات هو بطل الدوري، او كان كله خلاص شايف ان ليفربول هيكسر ويبقى بطل الدوري، لا ليفربول خسر في نهائي مانشستر سيتي. فهل ممكن نشوف الموسم ده يتكرر تاني؟ يعني انا زي ما قلت لك شخصيه الفريق تفرق تمام، بس هو الفريق برده كان عنده شخصيه وكان عنده اسامي زي جيرارد، ستوريدج كان وقتها في عزه، لويس سواريز ما كانش، بس كان الفريق ساعتها ما كانش 14 نقطه. فلا الموضوع ممكن لو الفريق مثلا 4 نقط 3 نقط كان الدنيا تمام. ليفربول اللي خسره السنه اللي فاتت الدوري ان هو خسر من مانشستر سيتي، بعدها هيتعادل مع ايفرتون، تعادل مع ليستر، وبعدها مع ايفرتون، ماتشات ورا بعض، فخلص خسر 3 و 4 7 نقط، وكان الفرق كان الفرق كام؟ كان الفرق 6 نقط تقريبا، 6 نقط او 7 نقط. وهو الخساره مع 3 تعادلات هي اللي ضيعت ليفربول اللي خلته يرجع للمركز الثاني. فهي الموضوع كله ان هل ليفربول اصلا هيخسر 14 نقطه في الفتره دي؟ اعتقد صعب. يعني ليفربول لو عدى فتره البوكسنج دي من غير ما يخسر ممكن نقول ما يتعادلش حتى، خلاص كده الدوري بقى محسوم بشكل كبير، وممكن يحسمه قبل نهايته بثلاث اربع جولات كمان، ما يبقاش فيه منافسه بتاعت السنه اللي فاتت على اخر اللحظه دي. بس انا زي ما قلت لك اعتقد ان لو دي مشكله او ازمه ليفربول ان هو بطل الشتاء السنه اللي فاتت ما بقاش بطل الصيف، لا السنه دي هيكسروها وهيبقى ليفربول هو البطل في اخر الموسم. تمام. طب خلينا برضو نشوف تعليقات. كان في اسلام معلش على المقاطعه، كان في النهارده ماتش الهلال. تمام. الهلال كان اداؤه كويس طول الماتش، وحتى لما يعني تقدموا بعد كده دخل فيهم جونين فنزل جوميز تقدم. فالهلال كنت شايف ان هو ممكن يحقق المركز الثالث بس بشويه تركيز. انت رايك في الحوار ده؟ يعني انت رايك ان الهلال كان يستحق مركز ثالث، ولا كان ممكن الماتش اللي فات يخليه مثلا يلعب؟ بص، كان ماتش فلامينجو صعب عليه. مونتيري كان تفكيره مش في المباراه بتاعت النهارده. مونتيري هم عندهم نهائي كاس نهائي دوري المكسيكي مع كلوب امريكا، يعني هيلعب مباراتين في خلال الاسبوع اللي جاي. فبالتالي هو كان المدير الفني قال ان هو هيريح اغلب العناصر، وده اللي احنا حتى شفناه. يعني اغلب اللعيبه اللي لعبت النهارده بدايه من الحارس اللي سجل هدف ركله الترجيح الاخيره اللي قادت مونتيري ليفوز بالمركز الثالث في كاس عالم الانديه، يمكن ما كانش الفريق كله تقريبا اغلبه من لعيبه البودلة او اللي ما شاركتش في اول مباراتين. بعد كده يمكن هو بقى الهلال برده نفس الكلام، ما بداش بنفس التشكيل الاساسي، برده هو فافضل ان جوميز يبقى موجود على دكه البدلاء المدير الفني. فهو كل ده لما نزل مثلا مع كارلوس ادواردو حققوا التعادل، لكن مونتيري ما كانش تفكيره في المباراه، وبالتالي هو خلاص يعني احنا لعبنا على 10 دقائق وربع ساعه مع على اخطاء الفريق السعودي في الشوط الثاني، هي دي اللي ساهمت ان مونتيري يحاول على الاقل يوصل لان هو حقق المركز الثاني. طبعا ضربات الترجيح يعني ما مش مضمونه، ممكن الهلال كان يكسب، ممكن المونتيري كان ومونتيري الفاز طبعا يعني، بس احنا كنا بنقول ان هي يعني فيهاش ثوابت، ما تقدرش تقول مين الفريق اللي يقدر يفوز او مين الافضل في ضربات الترجيح. بس هل الهلال كان ممكن يحسمها من الهلال؟ طبعا كان ممكن يحسمها. يعني بتتكلم ان الفريق، انت دوله عربيه، انت بتتكلم ان انت عندك الدوافع اكتر تحقق افضل مركز في تاريخ الانديه السعوديه في كاس عالم الانديه. يعني كان النصر في نسخه 2000 خرج من دور المجموعات، الاتحاد في 2005 خرج حقق المركز الرابع، فبالتالي كان الهلال عنده فرصه ان هو يبقى افضل مركز لفريق سعودي في كاس عالم الانديه. هو تعادل مع الاتحاد بان هم بقى الاثنين في المركز الرابع، لكن هو ده كانت المفروض تبقى الدوافع اكتر عن الهلال. ممكن بقى تقول ان تفكيرهم برده خلاص في الدوري، مباراه المركز الثالث والرابع تبقى مباراه شرفيه، التركيز بيبقى مش غالب عليها قوي، حتى المدربين بيدوا بقى فرص للعيبه اللي ما شاركتش، ان هي زي ما قلت لك مباراه شرفيه، ففي الاغلب لا انا ادي فرصه للعيبه جديده. كمان ضغط المباريات، انت بتتكلم ان الهلال لعب مباراتين او لعب ثلاث مباريات فاقل تقريبا من اسبوع، فاحنا اللعيب العربي عموما مش متعود على الضغط البدني دوت في عدد قليل من الماتشات، على عكس مثلا لعيبه المكسيك او حتى لعيبه اوروبا يعني او امريكا الجنوبيه. كمان لعيبه الهلال كانت خلصت نهائي دوري ابطال اسيا، جم شاركوا مع المنتخب في الخليج في بطوله الخليج، وبعد كده منها على طول على كاس العالم للانديه، فالموضوع برضه يعني ليهم عذرهم شويه حتى الناس كانت بتتعب. يعني بتتكلم على النادي السد على اللعيبه المحليه،
ان هو برضو الضغط البدني عليهم كان عالي، سواء من بطولة دوري ابطال اسيا او حتى بطولة الخليج مع الدوري القطري للمسابقات. الضغط ده كله ادى لان الفريق بينهار بعد اول مباراة، خصوصا انه كمان لعب شوط اضافي، انه خلاص بقى مبقاش قادر ان هو يكمل بنفس المستوى في المباراة الباقية. خلينا نقرا شوية طب نقرا شوية كومنتات من الناس كومنتات. بتقول ايه. أشرف حكيمي بيقول الدوري هيضيع زي السيزون اللي فات. إن شاء الله مش هيضيع يا أشرف. أحمد الكاز بيقول فخر العرب بدون منازع على محمد صلاح. تيتش عبد الرؤوف بيقول الدوري الأسباني بقى نار وفي منافسة على غير المتوقع وكله عايز يكسب لأن الصدارة بقت بالأهداف. طبعا انت عارف ان برشلونة دلوقتي وريال مدريد بقالهم 7 جولات ماشيين في الدوري راس براس زي ما بيقولوا. تمام. حتى الماتش اللي فات اللي جاي الناس كلها مستنيه ان الموضوع يتحسم وان برشلونة وريال مدريد حد فيهم خلاص يكسب ويبقى صدر هو الجدول الدوري. يبقى هو بطل الشتاء. لا، الموضوع بقى لا، ده ريال مدريد لعب وبرشلونة كان ممكن يخطف جون بس في الاخر الماتش خلص تعادل، والنهارده برشلونة كسب 4 في ماتش كان ممكن يتصعب عليه لولا هدف ميسي الثالث. ضغط الافيس كان الهدف الثاني كان قريب جدا لولا ان ميسي راح جاب الثالث. انت ايه رايك في الصراع ده؟ بص، هو الدوري الاسباني اخر سنتين بالذات الفوارق اللي فيه ما بين برشلونه وريال مدريد، حتى لو الفوارق على مستوى الاسماء اللعيبه والتشكيل والمدربين والاموال والامور الماديه، لا الامور مختلفه تماما. انت بتشوف دلوقتي اتلتيكو مدريد بينافس، بتشوف دلوقتي فالنسيا واشبيليه وفياريال، بس منافسه حتى لو صوريه وشرفيه، بس على الاقل الفرقه دي بتنافس ريال مدريد وبرشلونه، بتقلل الفرق ما بينها وما بين ريال مدريد وبرشلونه. قبل كده احنا كنا بنشوف مثلا مع نهايه المرحله، يعني احنا دلوقتي برشلونه 39 نقطه، ريال مدريد اللي هو هيلاعب بكره اتلتيك بلباو 36 نقطه. فلو هنفترض ان ريال مدريد كسب بكره يبقى الاثنين 39 نقطه، والثالث اشبيليه اللي هو 34 نقطه. بتتكلم ان الفرق قليل. زمان او من اكتر من كذا سنه كنت مثلا بتلاقي ريال مدريد وبرشلونه 50 50 بالظبط، اشبيليه 35، فالفرق كان بيبقى واسع. مع بس بقى مع الفوارق كمان فوارق كبيره. انت دلوقتي لا، بتشوف ان على الاقل حتى، يعني مش هقول لك ان اشبيليه هينافس على لقب الدوري الاسباني او اتلتيكو مدريد مثلا هيفوق وينافس على الدوري الاسباني، بس على الاقل الفريق، لا الفرق في اسبانيا بدات تعرف تلعب قدام ريال مدريد وبرشلونه، بدات تعرف تحقق نتائج ايجابيه بينهم وبعضها، وهم برضو بيستغلوا تعثر ريال مدريد وبرشلونه. يعني قبل كده ما كنتش تتوقع ان ريال مدريد مثلا يخسر من ريال مايوركا، ما كنتش تتوقع مثلا ان برشلونه فريق مثلا زي الافيز مثلا النهارده يحرجوا شويه لغايه لما ميسي مثلا هو اللي يعمل اللي هيسجل الهدف الثالث وخلاص بقى خلاص برشلونه قدر يفوز بعدها. فانت قبل كده لا، كانت الاوضاع مختلفه. دلوقتي اي فريق بيروح قدام ريال مدريد وبرشلونه بيهاجم، اي فريق بيروح قدامهم بيحاول ان هو يطلع بنتيجه ايجابيه، عكس قبل كده كنت بتشوف الفرق كلها بتدافع لمركز الوسط، وريال مدريد وبرشلونه بيعملوا بقى اللي هم عايزينه، بيكسب بهدف بيكسب بخمسه مش مشكلته، بس هو بيخرج في الاخر بثلاث نقط. دلوقتي في فرق بتتقدم اصلا على، يعني انت حاجه ما كنتش بتلاقيها بتحصل، يعني فريق تلاقيه يتقدم على برشلونه وعلى ريال مدريد، وممكن مرة ممكن واتنين. وممكن برشلونه يتعادل وهو يتقدم تاني. فالموضوع يعني الموضوع ماتش بقى ازاي لو السوسيداد اللي فات انت بتتفرج عليه مثلا ما بين برشلونه وريال سوسيداد، ريال سوسيداد بيلعب مع برشلونه ندي بالظبط فالنسيا مع ريال مدريد، اهو حتى لو فالنسيا فريق بيعرف يلعب مع ريال مدريد وفريق من الكبار اللي في الكوره الاسبانيه، بس فالنسيا فضل تقريبا يعني كسبان ريال مدريد لغايه الدقيقه 92 يعني. هو بالظبط 92. يعني الناس قالوا ان ريال مدريد اللي خطف النقطه مع ان الماتش كان بتاع ريال مدريد وريال مدريد كان افضل، بس ان فالنسيا اتقدم وجاب جول ولحد اخر دقيقه كان يعني كان خلاص الموضوع خلصان لفالنسيا، قالوا ان ريال مدريد خطف النقطه مع يعني فاهم، بس الموضوع كان واضح جدا ان ريال مدريد من اول ماتش مسيطر. بس وقت الانديه ما بقتش تخاف. انا دلوقتي او زمان لما اتلتيكو مدريد ابتدت خلاص تظهر ناس، ايه ده، في ايه ده، ممكن حد يكسب الدوري غير برشلونه، الناس ما كانتش مصدقه اللي بيحصل. بس دلوقتي اظن الموضوع بقى عادي ان ممكن اتلتيكو مدريد يكسب الدوري واشبيليا يكسب الدوري، ممكن اي حد يكسب في ظل الاداء مش الوحش، اوحش اداء ممكن شفته لبرشلونه كان الموسم ده. الموسم اللي فات كان سيء بس ما كانش زي الموسم. ريال مدريد الاداء بدا بشكل سيء وابتدى يتحسن مع ان زيدان لقى التوليفه برغم الغيابات اللي موجوده عنده، بس خلاص زيدان عنده فالفيردي. ايه رايك في فيدي فالفيردي في خط نص او عامه يعني كخط وسط؟ فالفيردي ده عامل زي الشبح، مش فالفيردي المدرب، فالفيردي اللاعب اللي في ريال مدريد، فالفيردي عامل زي الشبح. يعني انت بتلاقيه بيدافع بيهاجم بيرجع ورا بيزيد قدامه بيحاول ان هو يسجل اهداف،
لو قاعد على الدكه هتلاقيه بيتحرك. فانت بتتكلم على لاعب هو بسم الله ما شاء الله يعني بيعمل كل حاجه في بيسدد الكوره، بيباصي بيصنع بيعمل كل حاجه، وما عندوش الخبرات اللي انت مثلا ممكن تقول ان هو ده اللي ريال مدريد هيعتمد عليه، بس لا هو ده اللاعب اللي ممكن نقول عليه ان هو بقى مستقبل ريال مدريد. انت مثلا يعني لو كاسيميرو غاب ما بتحسش بفرق، لو مودريتش غاب ما بتحسش بفرق، لو توني كروس غاب ما بتحسش بفرق، لان هو بيقدر يلعب في الثلاث مراكز. اه لسه قدامه كتير عشان يتطور ويبقى افضل من كده طبعا، لكن هو لا هو على المستوى في الوقت الحالي لا فهو على مستواه الحالي هو افضل لاعب في ريال مدريد، فهو من افضل اللعيبه اللي في ريال مدريد طبعا. يعني لا يمكن اغفال دور كريم بالظبط. بنزيما اللي خلاص يعني بقى شخص تاني غير اللي احنا كنا عارفينه كريم طول بنزيما 10 سنين من اللي الموسم فاتوا اللي فات من بعد رحيل رونالدو بقى هو بقى رونالدو تاني. بالنسبه لريال مدريد. فانت بتتكلم ان احنا لا بنشوف يعني شخصيه جديده لريال مدريد. هو ميزه زيدان خلاص ان هو برده عارف ان هو ازاي يقدر يعني يقدر يتحول من مرحله الاحلال والتجديد بقى ريال مدريد، الجيل اللي احنا شفناه اللي بيكسب 3 دوري ابطال اوروبا ورا بعض الدوري الاسباني، لا احنا خلاص بنعمل جيل جديد، جيل لعيبه فيه شباب، بتتكلم على رودريجو، بتتكلم على فينيسيوس جونيور، بتتكلم على فالفيردي، بتتكلم على اسامي موجوده بره على دكه البدلاء برده بتحاول ان هي مندي تدي فرصه. في فيرلاند مندي برده بيشارك مع ريال مدريد، ومن في غياب مارسيلو لا وبيقدم اداء كويس جدا خصوصا على مستوى ميليتاو لما بيلعب بيبقى كويس ميليتاو نفس برضه. الكلام. فانت بتتكلم ان الاسماء اللي موجوده في ريال مدريد لو لسه ما عندهاش بس الشخصيه بتاعت ريال مدريد، لا فهي على الاقل اللي ريال مدريد ليه مستقبل، خصوصا ان كل الصفقات اللي ريال مدريد بيعملها معدلها العمري يوفيتش قليل. يوفيتش يوفيتش لسه ما قداش، لسه بس هو سنه عليه صغير جدا، بس الناس فاكره كبير، بس هو يوفيتش 22 سنه، ف 22 سنه ده يعني لسه ما بدأش يعني برضه، بس هي برضو الضغوط عليه عاليه شويه. يعني هو برضو بينزل بنفس بنزيما اللي هو يعتبر افضل افضل لاعب مع فيتي فالفيردي في الفريق، فالموضوع بالنسبه له صعب. انا لو زيدان مش هعرف اطلع بنزيما وانزل يوفيتش مكانه، لما يوفيتش بينزل مكان بنزيما ما بياخدش الدور، يوفيتش عايز يبقى هو اللي قدام ووراه حد بيلعب. بس خليني برضه ارجع لفالفيردي تاني، في كلام ان ريال مدريد هيتعاقد مع فان دي بيك ومع يعني مش هيتعاقد مع الاثنين بس حد منهم، يا فان دي بيك يا بول بوجبا يا او في كلام اريكسن او اريكسن. في وجود الثلاثه دول يعني لو ريال مدريد جاب حد منهم، نقول فان دي بيك عشان هو لا، شكل خط نص ريال مدريد هيبقى عامل ازاي؟ يعني هيلعب بثلاثه ولا هيلعب باربعه ولا هيعمل ايه؟ بص هو يعني انا مثلا بالنسبه لي انا هفترض ان فان دي بيك هو اللي رايح ريال تمام. مدريد، هنقول ممكن مثلا فان دي بيك يلعب مكان توني كروس. هيكون مش صعبه شويه وفاندي. ان توني كروس يقعد احتياطي في، هي مش فكره صعبه، هي فكره ان توني كروس انا يعني انت في اوقات بتحس ان هو خلاص انا طلعت كل اللي عندي ده، يعني اللي هو ايه هو عمل كل حاجه مع ريال مدريد، بس بيفرق، بس هو في ماتشات بيصنع فيها مش بقلل منه، بس انا بقول ان هو لو هنفترض ان مثلا احنا بنقول ان فيدي فالفيردي يبقى موجود مكان مودريتش وان هو بقى بيريحه مثلا، او على الاقل لو مكان كاسيميرو في الناحيه الدفاعيه، احنا ممكن نقول مثلا فان دي بيك ممكن يكون موجود مكان توني كروس كاقرب لاعب، لو حتى لو هو هيلعب 4 3 3 تقصد يعمل زي ما بيعمل مع فالفيردي ومودريتش يعمل مع توني كروس يبدا يبدلوا مع بعض، لان انت طبعا يعني في كلام ان توني كروس برده كمان ممكن يمشي عند ريال مدريد، خصوصا يعني في لعيبه في ريال مدريد اللي هو عارف خلاص ما بقاش عنده دافع جديد يقدمه للناس، زي فاران مثلا، زي فاران هو قال قبل كده انا خلاص انا كسبت كل حاجه بالظبط، يعني فاران كسب كاس عالم كمان بلس اللي هو عمله مع ريال مدريد، كسب كاس عالم، فهو مش عارف يعمل ايه، بس اللي هو جاله تشبع من المكان اللي هو فيه، فبالتالي لا انا عندي فرصه ان انا ممكن اروح في نادي تاني واقدم شيء جديد. وانت توني كروس بتتكلم عن 29 سنه او 28 سنه، فلا احنا ممكن لو فان دي بيك واحد بقى عنده دوافع جديده اصغر في السن فريش اكتر. بمناسبه كاس عالم الانديه توني كروس اكتر لاعب توج بكاس عالم الانديه تمام، فبرضه دي حاجه بتكمل على اللي انت بتقوله، هو فعلا يعني عمل يعني كل حاجه، الراجل مش محتاج يعني ما يعني لو انت كسب مع بايرن ميونخ كل حاجه، راح لريال مدريد كسب كل حاجه وكسب كاس عالم، يعني برضه انا عايز مننا ايه؟ فانت اللي هو بتتكلم اللي هو خلاص يعني هو توني كروس بالنسبه لي انا مثلا، لا لو فان دي بيك هتلاقي فيه دوافع اكتر طبعا، هو فان دي بيك انت لما تروح تلعب لريال مدريد لا انت هتختلف تماما الافكار بقى الفنيه مع واحد مثلا لما يبقى بره على الدكه زيدان هو اللي بيقول لك تتحرك ازاي وتعمل ازاي، في نفس لعب في نفس مركزك كصانع لعب لا هتختلف، وهنشوف يعني هيتحول كبير قوي في فان دي بيك لو هنفترض ان هو راح السنه دي، هو لعيب ممتاز طبعا، خصوصا ان انت مثلا برضو لما تيجي تتكلم على خيار المادي بقى فهو ده الافضل لريال مدريد، يعني عشان السوق السوق اكسن الافضل بالظبط، يعني اكسن ده افضل حل ليهم عشان هم عليهم مش 120 او حاجه كده، يعني هو ريال مدريد كان في تقارير عن في الماركه ان عليهم 170 مليون مش عليهم يعني عشان يوازن بالزبط. الميزانيه لازم يبيع لعيبه بالقيمه دي ب 170 مليون يورو،
فبالتالي لا، هو ريال مدريد ممكن يتعاقد مثلا مع اريكسن في صفقه انتقال حر بدايه من الموسم المقبل، فيحل له فمش هيعمل مش الموضوع ده هيعمله بشكل مشكلة، كبير، مش مع هي بقى انه يبيع اسم او اسمين من الفريق يقدروا يديروا على النادي يبقى جايز او على بيل الفاز النهائي، او يبيع بيل وخامس وخميس رودريجيز معروفه لازم يعني. يمشوا يعني، دول ما فيهمش كلام. خلينا برضه قبل ما نشوف الناس، في النهارده ماتش بيراميدز والمصري، نتيجة 1-1، هدفين من احلى الاهداف، الناس كلها بتتخانق حسن علي ولا عبد الله السعيد، انت ايه رايك؟ بس هو الاثنين احلى من بعض والله، بس انا بالنسبه لي لا، عبد الله السعيد، عبد الله السعيد تحس ان هي اصعب عشان مش عدلته؟ مش عدلته والزاويه فيها يعني ميل سنه، فهي اصعب من زاويه حسن علي يعني. حسن حسن كورته مسافة مواجهه بعيدة ابعد، بس وشه مواجه للمرمى وعلى والكوره مواجهه عدلته. للمرمى وعلى عدلته، على عكس عبد الله ابعد. وبعدين عبد الله يعني مثلا يعني برضو كل جول بيحسسك ان هو لا انا لسه عندي اكتر يعني، ده لو انت شفته او اول مره اتفرج على الدوري المصري، ده مش حد عنده 35 سنه بالظبط، تكذب عليا، بس في نفس هو بسم الوقت الله ما ده شاء الله يعني. فلو انت بتتكلم ان هو الهدف 98 في الدوري وبيسجل هدف بالصعوبه دي قدام فريق زي المصري، هو بالصعوبة دي ان هو يدخل، بس بالسهولة دي ان هو يدخل، هو دخل شاط الكورة لا عادي عادي خالص خالص، ما فيش اي حاجه يعني. بمنتهى السهولة. طب الاهلي خسر عبد الله السعيد ولا ممكن قفشة عوض الدنيا شوية؟ لا السؤال ده بقى صعب عشان انت كده ايه، هتدخلنا في قصص ومتاهات. بص هو مش خلاص يعني، قصه الاهلي وعبد الله السعيد انتهت، بس لكن لما تيجي تتكلم على قفشه في الوقت الحالي، لا هو ده فهو السؤال اللي الناس قفشه بتسأله يعني، مش أنا اللي بسأل السؤال لا ده يعني. انا فاهم، احنا لو مثلا ما تيجي تتكلم على قفشه في الوقت الحالي، لا فهو مثلا بيقدم بشكل كويس جدا. انا عن نفسي ما بحبش حته المقارنات، لان انت مثلا لما تيجي تبص عبد الله السعيد مثلا ما بيلعبش زي قفشه في نفس المركز دلوقتي يعني. قفشه بعد اصابه حمدي فتحي فبقى بيلعب بيلعب جنب 8 8 جنب جنب السوليه. عبد الله السعيد ما كانش بيلعب المركز ده غير قليل قوي، لو مثلا الاهلي بيبقى عايز يكسب فبقى ممكن مثلا عبد الله السعيد بيرجع ورا عشان هو وينزل عنده مهاجم تاني، ينزل مهاجم تاني او ينزل حد صح. يلعب عبد الله قدامه. ساعتها ما كانش بيلعب 8 قوي، كان بيلعب قدام برضه بس كان بيرجع خلاص شوية ان انت يدافع بتبقى عايز تكسب فبتلعب 4 5 4 6 يعني، او مثلا يعني مفيش خط نص، انت بتبقى عايز بالظبط. اي كرة تاخدها واحد زي عبد الله السعيد بيعلق لك في ال 18، او مثلا بيشوف حد فوق فاتح زاويه ان هو يقدر يمرر له عشان يبدا يحاول ان الاهلي يسجل هدف. لكن انا بالنسبه لي لا، المقارنه صعبه ما بينه وما بين قفشه. قفشه بيقدم اداء كويس جدا ومحترم مع الاهلي، خصوصا انت لسه بتتكلم لسه ان هو في اول ما كملش 6 شهور حتى، بالظبط، طيب يعني المقارنه تبقى ظالمه ليه. وغير مركزه وعبد الله يعني، حتى السعيد مش بيلعب يعني في لو مركزه كمان هتقارن الراجل. مثلا عبد الله السعيد في بداياته مع الاهلي مع قفشه دلوقتي، فممكن نقول ان قفشه افضل من عبد الله السعيد في اول مثلا 3 شهور مع الاهلي على المستوى، لان مثلا عبد الله السعيد لما انتقل للاهلي في 2011 ما كانش لسه عبد الله السعيد بتاع 2015 2016 2017 قبل ما يمشي. خد بالك كان لسه في ابو تريكة، فكان الموضوع ما صعب. هي ما هي بقى دي الفكره، ان احنا برضو عشان ايه ما نظلمش الاثنين. بالظبط، ما انا ده عبد بجد. الله السعيد لعيب انما عالي جدا من قفشه جاي افضل في اللعيبه مكان في الدوري المصري يعتبر فاضي، ما فيهوش حد، حتى وما فيش محمد محمود منافس. اللي كان الناس بتقول ان هو ممكن ينافس قفشه قفشه مع صالح، صالح بعيد بره خالص، ومحمد محمود اتصاب، فما فيش حتى يعني، ما بحس ان هو حتى المركز بتاعه سابه لوليد سليمان، مش غصب عنه بس يعني خلاص، هو لا مضطر ان هو يلعب في المكان الفترة ده دي بس عشان مجهود. تمام. انا برضه ليا رأي في جون حسن علي، انا شايف ان حسن علي هدفه احسن. ده رأيك انت؟ ده رأيي. بس هقول لك ليه. كوره بعيده، لاعب شاب جاي من الدكه، مش ما حدش عنده ثقه ان هو يشوط من المسافه دي، اي حد تاني كان ممكن يرفعها، فهو كان عنده اصرار ان هو يشوط وشاطها بطريقه حلوه جدا، لما هو وحارس الاصرار ده المرمى، حارس المرمى كان عنده فرصه ان هو ياخد الكوره لان هي ابعد، تمام، ما جابهاش والكوره محطوطه في زق. بس هو عنده اصرار ليه؟ لما تيجي تشوف كل الفاولات اللي اتلعبت قبلها، ما هو لازم يبقى مصر ان هو ينزل يشوط يعني. يعني انا مش منطقي ان انا هنزل واشوف كل زمايلي شاطوا كل الركلات شاط وحش السريعه جدا. وشاطوا وحش جدا في طيب. السماء، وتيجي عندي انا اقول لا، طب ما اجرب انا يعني. لا بس هو حتى لما فهو شاط حطها شاط واحدة تانية بعدها حطها، بس حطها واتصدى في زاوية تقريبا. الحارس، والحارس صدها، فهو لعيب عنده يعني. انا بقول ان هو افضل يعني تشجيعا ليه، وفي نفس الوقت لا، هو فعلا الكورة مش اصعب من عبد الله، بس المسافة ابعد، وهو شاطها بشماله كويس، فانا شايف ان هو احسن. تمام دي وجهة نظري. تمام ده وجهة نظر تحترم. خلينا نشوف برضو الناس قالت ايه. تش عبد اوف برضه بيقول حسن علي جاب فاول عالمي،
من دلوقتي ده احسن جون في الدوري، حسمها يعني، مش احسن جون، مش احسن عبد الله، لا هو حسمها احسن جون في لسه الدوري بدري يعني، خالص. الدوري المصري فيه كل المفاجآت والإثارة، فطبيعي إن إحنا هنشوف أجوان ممكن يعني، مش بنقلل من قيمة الجول طبعا، بس يعني ممكن نشوف ممكن أجوان نشوف أحلى من اجوان كده طبعا يعني، افضل. لسه بدري يعني في الجولة التاسعة يعني. مبروك لفخر العرب، ألف مبروك ليفربول ومحمد صلاح نجم عالمي، أيوب شفاق عمر. يا جماعة والله العظيم بجد الدوري الأسباني ده دوري مش قوي زي الدوري الإنجليزي. ده أحمد الكاس. مصطفى جمال، رأيك هل الليفر قادر على الحصول على الدوري الموسم ده؟ احنا اتكلمنا على يعني هو الموضوع الراجل ده. قال ان ليفربول جه فرصته التاريخيه ان هو يفوز بلقب الدوري ويكمل المسيره الاربع الثلاث القاب اللي حققهم الموسم اللي فات والموسم الحالي، فالدوري خلاص يعني قادم لا محاله، ده على ذمه اسامه يعني. طيب برضه تش عبد الرؤوف واضح ان هو متابعنا جدا وعمال تمام. يكتب، بيقول قفشه ده لازم يروح المنتخب، وهنا بنروح لسؤال، عبد الله السعيد ولا قفشه في المنتخب، ولا ممكن يوسف اوباما، ولا ممكن مين؟ بص هو انت قفشه كده كده بيروح المنتخب يعني، قفشه لا كان يعني موجود اللي مع المنتخب اساسي في الفتره اللي فاتت، بس قفشه لما تيجي لعب عشان تتكلم عبد الله عبد الله كان، كان ما مصاب او لا كان ما كانش راح مع بيراميدز، كان حصل صح مشكله مش اداريه بيراميدز. وعبد الله ما راحش، فانت يعني في وجود، خلينا نقول ان في وجود قفشه في وجود عبد الله، وممكن ايوه نضم ليهم مثلا يوسف اوباما بانه بيقدم اداء كويس مع الزمالك مؤخرا، فمين فيهم يبقى؟ بص، في ظل وجود كابتن حسام البدري مدير فني المنتخب هيبقى الاثنين موجودين في المنتخب يعني، قفشه بس وعبد اكيد الله في حد السعيد. عنده بس بيفضله عليه. الافضليه انا اعتقد في رايي انا هتبقى لعبد الله السعيد يعني، عبد الله السعيد واحد من اهم الاسماء اللي كان دايما حسام البدري بيعتمد عليه مع الاهلي، فطبيعي هو هيبقى الرقم واحد عنده، ولو كان موجود في الماتشين اللي فاتوا اعتقد ان هو كان هيلعب يعني، كان هيشارك بشكل اساسي، فبالنسبه لي لا، هو عبد الله السعيد هيكون الخيار الاول لحسام البدري في المنتخب، حتى كمان عشان عامل الخبره يعني، المنتخب من بعد امم افريقيا لا هو بيفتقد للعيبه اللي عندها الخبرات. طبعا كل لا يعني اغلبها بقالهم اكتر من كذا سنه بتلعب، بس لا المنتخب عايز لعيبه عندها خبرات اكتر تقدر تشارك بشكل مشاركه قبل كده بشكل مستمر وشافت بطولات قبل كده، فبالتالي نقدر نشوفها مع المنتخب الفتره اللي جايه، وهي ممكن تصنع الفارق خصوصا مع التصفيات كاس العالم بقى هتبدا في شهر مارس المقبل. طيب نشوف برضو الناس بتقول ايه. واحد اسمه احمد عبد الحليم بيقول المباراه خلصت كام يا جدعان؟ واضح ان هو مش متابع، ليفربول كسب، اظن يقصد ليفربول يعني، في مانشستر سيتي وليستر وفي ليفربول، طب ممكن نقول له النتائج كلها من ليفربول الاول كسب بقى كاس العالم للانديه بهدف نظيف سجله في بوبي الوقت فيرمينو الاضافي. في الوقت الاضافي على فلامينجو البرازيلي، الهلال السعودي خسر من مونتيري المكسيكي في ايه المركز، مباراه المركز الثالث في كاس العالم للانديه. في الدوري الانجليزي بقى المباراه الاهم، ليستر سيتي خسر من مانشستر سيتي بنتيجه 3-1. في الدوري الاسباني برشلونه بقياده ليونيل ميسي فازوا 4-1 على ديبورتيفو ألافيس، وفي ايطاليا بقى يعني احنا اخر حاجه انتر كسب بقى جينوا بنتيجه 4-0، يعني مباراه لوكاكو كان بيلعب فيها لوحده تقريبا، سجل هدفين وصنع هدف. في لوكاكو سجل دلوقتي بعد 18 ماتش، سجل عدد اهدافه اللي سجلها الموسم اللي فات كله مع مانشستر مع يونايتد، مانشستر يونايتد في لا الوضع بص يعني بالنسبه لي الوضع في ايطاليا اسهل، مش اسهل، هو انت معاك انطونيو لنوعية كونتي لوكاكو الموضوع اسهل، مهاجم اللي زي بدنيا لوكاكو. فالوضع بالنسبه له اسهل، وفي نفس الوقت انت معاك كونتي يعني، كونتي انت لو لعيب عادي هيخليك تقوم تاكل النجيله هو كنت كان بيحلم بلوكاكو وهو في من زمان، تشيلسي، ف فاللي خلاص فرصته، وهو كونتي عنده الخطط اللي هي 3 5 2 او 3 4 3 اللي تخلي اكتر كور توصل للمهاجم، وانت ما عندكش افضل من لوكاكو يعني، لوكاكو لو هتيجي تبص مين احسن 10 مدافعين في مهاجمين في العالم قصدي، هتيجي تبص تلاقي لوكاكو واحد منهم، فبالتالي لا هو لوكاكو بيسجل من اقل الفرص، حتى النهارده لوكاكو ادى الكوره لضربه الجزاء اللي هي الهدف الثالث لاسبوسيدو المهاجم انتر الشاب اللي عنده 17 سنه عشان يسجلها، ويبقى ثاني اصغر لاعب يسجل انتر في الدوري، فانت بتتكلم ان لوكاكو كان ممكن يسجل هاتريك، لا انا مش ما عنديش مشكله ان انا اساعد زميلي اللي هو اصغر لاعب في الفريق النهارده وان هو يسجل هدف، فدي كمان كل ده بيأكد ان لوكاكو العقليه والشخصيه اختلفت عن اللي كانت موجوده في مانشستر يونايتد خلال السنتين اللي فاتوا، تتكلم ان هو مع حتى لو تارو مارتينيز لاعب هداف كبير ومحترم جدا لوكاكو هو النجم. فهو لوكاكو هو النجم، ولو تارو هو نجم برضه بقى، والاثنين كمان بيساعدوا بعض يعني، في ميزه مثلا احنا ممكن اثنين مهاجمين يقطعوا على بعض، لا بالظبط. لوكاكو بيساعد لو تارو، لو تارو بيساعد لوكاكو، ما تحسش ان في فرق، بالعكس ولا الاثنين في مشاكل، بيصنعوا ما ولا في بسمعش على مشاكل، المشاكل اللي فدي موجودة. اهم حاجه، ودي ميزه كونتي ان هو عارف يعني يلعب بالاثنين وعشان شخصية المدرب أقوى من الكل، ما فيش مظبوط. ميسي، ما فيش رونالدو، ما فيش لاعب النجم الأول، فخلاص أنا زي كلوب مثلا، كلوب ما تحسش إن في مشكلة بين ماني
بعيدا عن الاعلام بيعمله او اللي بيظهر الناس ده، بص ما بيبصيش لصلاح، ده بص ده صلاح عايز يشوط ضربة جزاء عشان يعدي ماني في الاهداف، لا يعني بعيدا عن كل ده، لا كلوب عامل بينهم الثلاثه تحس ان الثلاثه عنده 3 اطفال وبيعاملهم نفس المعامله عشان ما يبقاش حد فيهم الاحسن. تمام. لو مشي صلاح او مشي ماني من الفريق او مشي حتى فيرمينو وجي اي لاعب تاني مكانه هيدخل في الموضوع، مش هتحس بازمه كبيره برحيل هو النجم الاوحد زي الازمه اللي واقف فيها ريال مدريد بعد رحيل رونالدو. الناس ابتدت تتكلم معانا على حوار قفشه. مصطفى جمال بيقول قفشه من افضل اللعيبه الموجوده في مصر. اسامه النجار بيقول عبد الله احسن بكتير من قفشه للمنتخب. احمد بيقول ان عبد الله جاب جونين حلوين في ماتش الجونه. عبد الرحمن مدحت بيسال محمد هاني بالاداء اللي بيقدمه دلوقتي والتطور دفاعه اللي وصل الدفاع اللي وصل له يلعب اساسي في المنتخب ولا احمد فتحي يلعب باساس بخبرته يعني في المنتخب؟ لا احمد فتحي يعني محمد هاني لسه تحس ان هو عايز يتقل شويه، عايز يبقى افضل شويه، عايز يشتغل على نفسه اكتر علشان نبدا نشوفه باساسي. يعني حتى هو في الوقت ده هو لو بيلعب اساسي في الاهلي او بس هو مش بشكل ثابت بيلعب ممكن ماتشين 3 و4 وبعد كده تلاقي احمد فتحي بيرجع تاني. فاعتقد ان لا محمد هاني عايز يشتغل على نفسه اكتر، يعني دي وجهه نظر شخصيه، هو عايز يشتغل على نفسه اكتر ان هو يبقى افضل في الناحيه الدفاعيه، افضل في الناحيه الهجوميه، هو عايز في تحسن تركيز. هو في تحسن بس طبعا لسه مش بقالي سنين، مش بس مش لدرجه ان هو بقى اساسي في المنتخب على احمد فتحي. وعلى احمد فتحي يعني احمد فتحي طبعا عنده كم كبير من الخبرات، انت بتتكلم ان الراجل بيلعب من 2006 من 2004 في المنتخب، فبالتالي هو عنده كافه الخبرات والقدرات اللي تاهله ان هو يكون اساسي في المنتخب، ان هو كابتن المنتخب في الوقت الحالي طبعا. اشرف حكيمي بيقول مين افضل سيرد باك في مصر في الوقت الحالي؟ مفيش سيرد باك، احنا بقينا بنلعب 4 يعني احنا 2 هنتكلم عن المدافعين، يعني هو بيتكلم عن مين افضل مدافع في مصر في الوقت بالظبط. الحالي. طبعا اعتقد ان هي كلها يعني خصوصا في الموسم ده الاسامي متساويه، يعني مثلا رامي ربيعه كان بيقدم اداء كويس جدا مثلا قبل الاصابه، ايمن اشرف حتى لو هو بيلعب اللي هو ما بيلعبش في مركزه يعني برضه بيلعب اساسي في الاهلي، بيلعب اساسي في الاهلي في مركز قلب الدفاع بيقدم اداء كويس. محمود علاء ومحمد عبد الغني في الزمالك حتى لو الزمالك عنده بعض المشاكل الدفاعيه بس برضه يظل من الافضل في مصر. باهر محمدي في الاسماعيلي نفس الكلام، في اسماء كتير طبعا عشان ما تتساهمش. في لاعب الفئه اللي هي الجماهيريه او الفئه انا بذاكر ويك فيلد كانون اللي هو مدافع كوت ديفوار اللي موجود في بيراميدز، ده كان بالنسبه لي ما بيلعبش كويس، حاليا ما بيلعبش حاليا تقريبا يعني، بس اول 4 أو 5 كان جولات كان علي بيشارك. واحمد ايمن بيلعبوا كان بيشارك بشكل اساسي، فلا كنت شايف ان هو كويس بس مش عارف ما بيلعبش ليه مع الصراحه يعني. لكن انا بالنسبه لي لا، هي الاسامي اللي موجوده كويس طبعا. انت بتتكلم ان محمود علاء مع احمد حجازي مثلا في منتخب مصر، لسه في سعد سمير ما شاركش يعني، شارك مع الاهلي في اخر 35 دقيقه في اخر مباراه لكن لسه قدامه الفرصه. فاعتقد لا لسه يعني بدري ان احنا نتكلم على مين افضل واحد افضل مدافع في الوقت الحالي في الدوري يعني. مش هنحاسب، مش هنقارن بالقطعه. محمود رزق اللي هو المدافع اللي الاتحاد سجل 3 اهداف، لو هنفترض ان في ناس بتبص للاهداف وان هو بيزيد هو زي محمود علاء الموسم اللي فات، دي برده ممكن حاجه تبقى تزود محمود رزق مدافع الاتحاد. في يوسف زيزو خدنا المكان تاني خالص، قال لك توقع مين يفوز بالدوري الالماني؟ الدوري الالماني بص هو النهارده جلادباخ الدوري الالماني هو بطل الشتاء خلاص، لكن انت لما تيجي تتكلم الدوري الالماني لسه مفتوح، يعني هم كلهم دايما بينافسوا بعض وبايرن بيكسب في الاخر. ما هي دي الفكره، السنه اللي فاتت كان دورتموند طول الموسم تقريبا بفوق وبايرن جه في شويه اخر شهرين ثلاثه خلاص طلع مكانه. احنا بنتكلم ان هي لعبه كاس موسكو في دوري الماني بس هو حاليا يعني هو حاليا السنه دي في 6 فرق كان لايبزيج، جلادباخ، بايرن ميونخ، بروسيا دورتموند، باير ليفركوزن، هوفنهايم، كل دول بينافسوا مع بعض على لقب الدوري، الفوارق ما بينهم قليله جدا. بس لايبزيج يمكن السنه دي خلاص الفريق استفاد من خبرته السنتين او 3 اللي فاتوا على المستوى المحلي وفريق بقى قوي، اللعيبه كلها عندها الخبرات اللي تقدر تنافس بيها على لقب الدوري. جلادباخ عنده كتيبه فرنسيه لوحدها بسم الله ما شاء الله، يعني اللعيبه بتقدم كل حاجه حتى لو هم خرجوا من دور المجموعات من الدوري الاوروبي بشكل غريب قدام باشاكشهير، لكن هو الفريق كويس جدا على المستوى المحلي. بايرن ميونخ طبعا يعني مع الخبرات بقى اللعيبه اللي عنده، مع لكن هي بس مشكله المدرب اللي مشي اللي هو كوفاتش والمدير الفني الجديد اللي موجود، فاعتقد ان لا ده الفريق يقدر ينافس مع الاسماء اللي موجوده، لا فالفريق يقدر يحقق لقب الدوري عادي. ولا اكيد ان الدور الثاني هيبقى بايرن ميونخ شكله مختلف بشكل كبير. خلينا برضو محمد خالد بيقول صلاح متفاجئ وهو بيستلم الجائزه، او مش متفاجئ هو اصلا خدوه قبلها واقفوه على جنبه ويبقى عارف ان هو هياخد الجايزه، هو مش متفاجئ. لا ده انا عايز اقول كنتي اكبر من اللاعبين لكن سايب اللاعبين اكبر منه، وده الفرق.
ده اللي احنا اتكلمنا عليه. حد اه لا هو ساري، بس مشكلته ان هو لسه كمان ما حطش يعني افكاره كلها، اه ما البطولة بقاش خدها في كان السنة الفريق اللي فاتت اه. كمان لا يعني. لا وهو كمان مع يوفنتوس هو بيحاول يشوف التوليفه المثاليه لخطته، بيحاول يشوف الخطه الافضل اللي يلعب بيها، وفي نفس الوقت ما يخسرش اللعيبه اللي عنده. يعني هو مع تشيلسي مع نابولي كان عنده دايما 14 15 لعيب، هو دلوقتي عنده 20 لعيب وكلهم عايزين يشاركوا اساسي. فطب ايه الافضل شكل، ايه افضل طريقه العب بيها؟ هو مش مع كل طول الدور الاول معرفش يوصل لافضل طريقه. في الفتره الاخرانيه بدا بقى خلاص عرف ان مثلا ايه هيجوايو وديبالا ورونالدو لو لعبوا مع بعض هيقدموا ايوه افضل بالظبط. اداء هجومي، لو لعبت في الدفاع مثلا بديليخت وديميريل مثلا وريحت بونوتشي فعادي مفيش مشكله، لو حتى كليني لما هيرجع هيبقى الوضع مختلف. فهو يوفنتوس عموما برضو مع خط النص اللي فيه مشاكل، كل مثلا ما لعيب بيرجع في واحد تاني بيتصاب، فهو مش قادر يشوف التوليفه الاساسيه ليه في يوفنتوس. اعتقد اه هو يوفنتوس كاسماء يمكن هي اكبر من، مش اكبر من ساري، بس هي ساري محتاج بس ان هو يقف على رجله ويشوف التشكيل الافضل المثالي ليه. هو قدامه اسبوعين تقريبا، يعني هيلعب السوبر الايطالي قدام لاتسيو يوم الاحد اللي هو بكره، وبعد كده نبدا نشوف بقى يوفنتوس من الدور الثاني هيبقى عامل ازاي. آه، تمام. في اياد محمد بيقول هل الاهلي ضمن الدوري؟ لا لسه بدري قوي، صعب، احنا احنا الجوله لسه في التاسعه الجولة يعني، التاسعة ولسه. والاهلي يعني كل الفرق هتوقع نقط، يعني مش الاهلي بس ولا الزمالك بس. اه لو الاهلي كسب 7 ماتشات من التسعه اللي ليه، لا اعتقد ان كله هي هو يعني اكيد ان الاتحاد مفيش منافس حد، كمان دلوقتي، الاهلي بقى على مش وهيلاعب على يعني الجوله الدوري، الجايه. على المدى البعيد، بس على صلاح حاليا، وهيلاعب الاهلي. فممكن الموضوع، والاتحاد بيقدم مستوى كويس جدا في البطولة العربية كابتن وفي طلعت الدوري. يوسف هو عامل موسم ممتاز جدا هو مع من اخر الاتحاد الموسم اللي الصراحه. فات لما مسك الفريق، وهو باين ان الفريق اتغير. فانا شايف ان لا يعني لسه اصلا ما ينفعش نقول الكلام ده. يوسف بيقول هل صالح جمعة هيمشي من الاهلي؟ صلاح حفيظ طلع نفى الكلام ده من كذا مناسبة يعني. محمد سعيد، هل البديل في الاهلي على قدر الاساسي؟ وهل الاهلي محتاج دعامات واصحاب هل البديل في الاهلي على قدر الاساسي؟ يعني في هي دي غياب؟ الاهلي بعد الانتقالات اللي اتعملت في شهر يناير اللي فات، فاعتقد ان الاهلي ما عندوش اي مشكله خلاص في موضوع الاسماء دوت. وانت خلاص يعني قائمه الاهلي 29 لاعب بعد ضم كهربا خلاص، انت عندك بس في الفرصه ان انت تضم لاعب واحد، والكلام ان هو هيبقى يكون مهاجم يعني او مدافع لو او مدافع لو الاصابات كتير. بس هي بالظبط. مشكله الاهلي ان هو بيعاني من الاصابات، يعني محمود متولي رجع مثلا، محمد عندك محمد محمود بعد اصابه مثلا، محمود متولي رجع بعد بعد اصابه 3 شهور او شهرين، اه ما بيع برضه رامي مصاب. ربيعه اتصاب. بتتكلم مثلا في خط النص محمد محمود بعد ما رجع اتصاب تاني، حمدي فتحي في الوقت اللي ياسر هو كنت ابراهيم واثق هو مش فيه اتصاب مقتنع تاني. بيه اصلا، فبتتكلم الاصابات هي ممكن اللي تخلي اداره الاهلي توجه تغير منه. اه طب تغير لو افكاره. الاهلي هيضم مدافع، مين هيبقى مدافع في الدوري ممكن الاهلي يبص عليه؟ ممكن مين افضل يعني مش في دماغي اسامي، بس هو في الهجوم انت الاهلي معروف ان الاهلي عايز مهاجم افريقي، فبالتالي انت هتطلع لحد من اللعيبه الاجانب اللي موجودين في القايمه. وفي العربي هو جيرالدو، يعني ما اعتقدش ان يعني جيرالدو اه كان بيحاول ان هو يقدم دايما اداء جمهور مختلف الاهلي لما نسي بينزل، جيرالدو مع وجود بقى حسين الشحات ووجود هو فايدر رمضان بيلعب بخطه واحمد. ثابته، فبالنسبه له هو خلاص هو الراجل عنده الاسماء اللي بيعتمد عليها. هو قال قبل كده اكتر من مره انا بعتمد على الاسماء اللي بتطبق افكاري والخطط اللي انا عايزها في الملعب، ما بتطبقهاش مش هلاقي مش هيبقى موجود. وده يمكن مشكله صالح جمعه، مشكله برضو ياسر ابراهيم، ان هم كانوا ممكن نشوف في راسهم على الاقل حتى لو على مستوى الكاس او في كبودله، لا احنا ما بنشوفهمش خالص. فاعتقد ان هي ديت لا دي فرق يعني، هم هدفهم بقى في الفتره الجايه ان هم يبداوا يدخلوا مع فايلر في يحاولوا يطبقوا افكاره في التدريبات عشان نبدا نشوفهم بشكل اساسي في الاهلي طب اظن احنا اتكلمنا في كل كل حاجه. حاجة اه تقريبا مفيش يعني. حاجه سيبناها. الناس برضو متابعه معانا، محدش بيقول بيتكلم في حاجه مختلفه يعني عن اللي احنا قلناه. بس كفاية كده النهاردة، طولنا عليكم. احنا النهاردة كنا بنتكلم عن فوز ليفربول بكأس العالم للأندية، وتتويج محمد صلاح نجمنا بجائزة أفضل لاعب في البطولة، طبعا فوز مانشستر سيتي على ليستر، و يعني يعتبر نقول ان هم بيوقعوا بعض لصالح ليفربول علشان صدارة الدوري الإنجليزي، تصدر البرشلونة بشكل مؤقت قبل مواجهة ريال مدريد بكرة الأتليتيك بيلباو في الدوري الأسباني، انتصار انتر بنتيجة كبيرة على جنوا بنتيجة 4-0. كنا معاكم انا اسلام احمد ومحمد اسامه في لايف من في الجول، شكرا لكم.